مترشح لجائزة الدولة التقديرية، وقلت والله انا خارج والحق والاخوان جايين وانا ما مش لازم. فطلعت من الدكتور جلزوري ان انا يعني اقدم استقالتي، وقلت له انا يعني مرشح لجائزة الدولة التقديرية وانا رئيس المجلس الاعلى للثقافة المفروض، فانا ما ينفعش ان انا. فقال لي طب سيبني يعني هو اتناقش معايا وقال لي اه انا شايف ان انت تمشي يعني طالما دي رغبتك ومصلحتك. فراح سأل المستأذن من المشير وجي قال لي المشير موافق، قدمت استقالتي وخرجت. دخل بعدي علاء عبد العزيز، ايوه اللي هو الذي لم يدخل الذي لم يدخل مكتب الوزير حتى يعني 30 يونيو حتى 30 يونيو يعني وزير ثقافة الإخوان لم يدخل لم يدخل المكتب. اعتصم المثقفون، وده كان مشهد يعني توثيقي رائع جدا، تعبير عن ضمير المجتمع وضمير الوطن. إقامة الحفلات الموسيقية وإلقاء الشعر وعملوا مسرح موازي في مكتب وزير الثقافة أمام مكتب وزير الثقافة واحتلوا المكتب، وكان موقفهم من أقوى المواقف التي أثرت في المجتمع المصري واللي عدلوا فيها البوصلة. كانت الدنيا كلها وكانت وسائل الإعلام في العالم وقنوات التلفزيونية في العالم تصور المشهد ده، كان حاجة يعني رهيبة جدا. بعدها لقيت الدكتور جنزوري بيكلمني بعد ما هو الإخوان جم. بقى قبل ما الإخوان جم، أنت وقفت عند المشهد المثقفين المصريين المعتصمين الذين يمثلون ويجسدون وعاملين أوبرا في الشارع وعاملين كل شيء في الشارع عشان يقولوا للعالم نحن نرفض الإخوان. الإخوان كانوا خطر داهم على الثقافة. أيوة الإخوان كانوا خطر داهم على الثقافة. أنا هديك أمثلة. لما رحت الوزارة والأوبرا كانت بتشتغل منورة في ظل المشاكل دي كلها، كنا بنقدم عروض. الكلام ده في وزارة الجنزوري اللي احنا لسه في الأولى حتى في ثلاث شهور دول، حتى في وزارة الدكتور الجنزوري وبعده واحد وزارة هشام منديل. وكان اتصل بي واحد اسمه الغرياني، ده حسام الغرياني اللي هو كان رئيس مجلس النواب في هذا التوقيت. وطلب مني مطلبين في منتهى الغرابه. كانوا هم عاملين في البرلمان طالبين من المجتمع ان كل واحد يعمل مقترحاته. مقترحاته، واحنا المقترحات دي هنجمعها وهننشرها وهنعمل بيها الحوار المجتمعي. فلقيته بعت لي واحد اثنين كده، وانا كنت قاعد في المجلس الاعلى للثقافه، وجايبين ثلاث شوله. قلت له انا كلمته قلت له دول هعمل بهم ايه؟ قال لي هنعمل لهم كتب انشرهم. قلت له انا بصيت فيهم يعني. قلت له ده ما ينفعش. شوله ايه؟ شوله دي عباره عن رسائل المواطنين؟ رجال عن مقترحات المواطنين. جايبها لك في شوله؟ في شوله. يعني دي اللي راحت البرلمان صدرها لك. فهو صدرها لي وقال لي عشان تعمل فيها ايه؟ عشان ننشرها. تنشرها ازاي يعني؟ ننشرها في مجلدات. يعني نصورها ونعمل لها سكانر. ونصورها وننشرها ونعمل لها مقدمة إن ده تعبير عن المجتمع المصري ومطالبه وإحنا رعينا ده في إعداد الدستور وكذا. وانت قلت له إيه؟ قلت له كيف يمكن أن أنشر ده لو أنا حطه في الشارع؟ المجلدات دي لو حطيتها في الشارع ما فيش حد هيمد، عايزة 10-15 مجلد. قال لي إحنا هندفع. ده مالك؟ قلت له ما أقدرش أعمل ده. أنا إحنا جهة، انا كنت ساعتها في الهيئه العامه يعني كنت الوزير وانا مسؤول عن الهيئه العامه. قلت له انا ما اقدرش اعمل ده، فارجوك الراجل ده اللي هو جاي شايل الحاجه دي انا هبعتها، انت شوف جهه اخرى تنشر الكلام ده. هذا كلام فيه اهدار للمال العام، ومفيش جدوى فنيه ولا ثقافيه ولا فكريه من هذا المقترح هذه المقترحات. فانا بعتذر جدا. وكلمته كلام. الامر الاخر انه لقيته مره اخرى بيكلمني، قال لي هو نفسه قال لي مش فاهم، هو كان يعني ملوش سلطه تنفيذيه يعني، بيقول لي هو الاوبرا دي يعني قاصره على الناس بتوعكم. قلت له الناس بتوعنا مين؟ قلت له الاوبرا بنقدم فيها حفلات غنائيه وحفلات اوبراليه وبنقدم فيها يعني اعمال كثيره جدا كلها متعلقه بالثقافه وبالفن وبالفكر، دي دورها. قال لي طب ما احنا عايزين نقترح ان يبقى فيه يوم في الاسبوع او مرتين في الشهر نجيب علماء. وضرب لي مثل بالراجل اللي هو بتاعهم ده الشيخ حسان، يجي يقول محاضرات في الاوبرا. قلت له ليست هذه وظيفه الاوبرا،
يعني عايز مره في الاسبوع او مرتين في الشهر في الشهر الشيخ محمد حسان يروح امثاله هو وغيره يعني. اداك نموذج يعني قلت له هذا لا يجوز اطلاقا. وظيفه الاوبرا في العالم لها وظيفه فنيه معروفه، ليس من بينها الخطاب الديني ولا الثقافه الدينيه، ولا الاوبرا دي فنون ملهاش علاقه بال، فده انا ما اقدرش اعمله، ولو عملته يبقى لازم امشي. قال لي انت زهلت؟ قلت له احنا يعني. قال لي اقتراح اخر، قال لي طب ما تدينا في قصور الثقافه، كل قصر ثقافه يبقى عندنا ليله، يبقى يوم خميس من كل قصور الثقافه عندكم بتاع 600 بيت ثقافي في انحاء الجمهوريه. قلت له ده كمان ما اقدرش، ده شباب بيشتغلوا في المسرح وبيشتغلوا في الكتابه وبيشتغلوا في الشعر وبيشتغلوا في الفن التشكيلي، وليس دول. ومنذ ان انشات قصور الثقافه في عصر الرئيس جمال عبد الناصر حدد لها مهام محدده، من بينها هذه المجالات الثقافيه والفنيه، قصور الثقافه، بيوت الثقافه.